طبعا كابتن محمد، يمكن احنا شفنا بطولة ناجحة جدا لرجال طائرة الأهلي خلال الأسابيع الماضية القليلة الماضية. طبعا هم كانوا أبطال ثنائية، وبالبطولة دي اكتملت الثلاثية الخاصة بيهم. أما بقى بالنسبة لفتيات الذهب، فإن شاء الله باكتمال هذه البطولة على خير هتبقى رباعية. عايزين نتكلم يمكن النهاردة تحدي جديد لفتيات الذهب، خاصة ان فكرة ان هم محققين ثلاثية دي بتحملهم مسؤولية اكبر اكيد. طبعا، وبنضيف عليها ان احنا ما اشتركناش البطوله اللي فاتت والبطوله اللي على ارضنا، وبطوله قويه جدا، اقوى من البطوله اللي فاتت بكتير جدا، على الرغم ان فرقه تونس ما اشتركتش كعادتها دايما في الماتشات اللي بتقام على صاله النادي الاهلي. اعتقد ان هم بيخافوا يجوا. على الرغم من كده بطوله قويه جدا، فرق كينيا جايه مدعمه بشكل كويس، البنك التجاري جايب معاه افضل لعيبه في افريقيا وما كانتش موجوده البطوله اللي فاتت. مجموعتنا صعبه مش سهله، السجون الكيني من الفرق الكبيره جدا، النصريه بجايه فرق جزائريه، وفرق شمال افريقيا عموما بتبقى ماتشاتها يعني صعبه. صعب. احنا المسافه بيننا وبين فرقه الجزائر بعيده. الافتتاح النهارده على الرغم من كده يبقى افتتاح برضو فيه صعوبه. مشوارنا ان شاء الله مش سهله البطوله، فاحنا برضو ان شاء الله باذن الله دي مسؤوليه كبيره جدا على الجهاز وعلى اللعيبه، بس احنا واثقين فيهم ان هم هيأدوا بشكل جيد وهيفرحونا ان شاء الله. يمكن يا كابتن محمد البطوله الخاصه بالسيدات ممكن نعتبرها ان هي اصعب من بطوله الرجال بالفرق المشاركه بيها بكتير جدا جدا، يعني اكتر من اربع فرق. وعايز اقول لك ان في فرق في مصر لو كانت اشتركت كانت زادت صعوبه، يعني سبورتنج فرقه كويسه جدا السنه دي جدا، وكان المفروض ان هم يشاركوا لاعتبارات معينه، ما اعرفش ظروفهم ايه، اصابات في اصابات كتير هناك فاعتذروا. يعني على الرغم ان احنا الاهلي والزمالك بس فرق كينيا قويه جدا جدا. انا برضو مصر ان الفرقه البطوله السنه دي اقوى من بطوله الرجال، صعب، واقوى من البطوله بتاعت الموسم اللي فات بمراحل. فان شاء الله احنا قادرين عليها. وبالمناسبه يعني انا يعني في ملحوظه مهمه جدا، دايما افضليه النادي الاهلي في البطولات اللي على ارضه بعيد عن مستوى الفرق والجمهور. جمهور النادي الاهلي حقيقة ملحمه كبيره جدا خلال النهائي الخاص بالرجال. الحقيقه يعني يمكن انا كنت موجوده في ارض الملعب، ولما اتكلمت مع اللعيبه لا اتكلموا ان 80 90% من المكسب لا ينسب للجمهور اللي كان موجود، لان هم كانوا في الجيم او ان جيم بسبب الهتافات الخاصه بالجماهير. لا الجماهير طبعا ليها دور كبير جدا. البنات موضوع تاني بقى بشكل تاني طبعا. خاصه مش لفرقه النادي الاهلي، للفرق الثانيه. سنه من السنين كنت انا وكابتن انجي موجودين في نهائي بطوله افريقيا، كان الاهلي وكارتاج. كارتاج كنا في استوديو برضو، كارتاج كانت فرقه جامده جدا وجايبه محترفين، واتفقنا ان هم تحت الضغط الجماهيري بيفقوا. الماتش خد ساعه الا ربع انا فاكر. فاحنا في البطوله دي نداء، يعني عايزين نتكلم من الاول كده، جماهير النادي الاهلي اي ماتش للنادي الاهلي بنات في البطوله دي لازم الصاله تكون مليانه. ان شاء الله بنامل ان هم يكرروا نفس المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي امامنا على الشاشه. طبعا كان مشهد الحقيقه مشهد عظيم، جماهير النادي الاهلي مختلفه عن اي جماهير تانية، ويمكن كمان كان صوت الهتافات في الصاله كان الحقيقه يعني حاجه كبيره جدا، وحاجه كانت محمسه ومشجعه لكل اللعيبه اللي كانوا موجودين. ويعني يمكن كمان كل الفرق التانيه كانت متفاجئه من هذا المشهد، خاصه ان هم طبعا احنا معروف جماهير النادي الاهلي يعني حجمها وتشجيعها عامل ازاي، ولكن برضو فكره ان هو يبقى على ارض الواقع دي بتبقى حاجه مختلفه خالص. نامل ان شاء الله ان يعني يمكن شفنا في البدايات الخاصه بالبطوله الافريقيه للرجال يمكن كانت الصالات مش مليانه او ما فيهاش جماهير، وده يمكن اللي اتكلم عنه مرارا وتكرارا اللعيبه طبعا الخاصه بفريق النادي الاهلي، ولكن الحقيقه لما نشدوه وطلبوا ان هم يكونوا موجودين في النهائي كانوا على قد العهد والوعد حقيقه، وكانوا موجودين وفرق كتير جدا وجودهم. فالحقيقه بنتمنى وجود جماهير النادي الاهلي نشوفهم بقى من بدايه البطوله الخاصه بالسيدات والى النهايه، مش بس يكونوا موجودين في النهائي.